السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة وروضة جديدة وطبخة جديدة اليوم. اليوم بإذن الله طبختنا مرقوقة باللحم بالخضرة مع السويت اللي هو المحلبية. الحين إن شاء الله بنجيب الجدر، بسم الله الرحمن الرحيم، وبذكركم بالمكونات. قلنا احنا مرقوقة لحم بالخضرة، وقلنا انواع او نوعين اللي يسوونها او اكثر من نوع، اللي هي في ناس تسويها بالخبز وناس تسويها بالعجين. اليوم احنا لا بنسويها بالعجين، انطع لانها كانوا يسوونها لونين على هذه الطريقة. نذكر بالمكونات: 4 كفاش ملح، 6 كفاش صلصل، 3 كفاش ليمون مجروش، قفشة ونص فلفل أسود، وقفشة ونص فلفل أحمر، وقفشة ونص كركم، وقفشتين كزبرة، وقفشة واحدة دارسين. شو لاحظوا أني أنا دائم الدارسين أخفف منه لأنه حار شوي في الأكل، وقفشة ونص كمون، وقفشتين اللي هو مهروس الثوم والزنجبيل، الفلفل البارد أو الفلفل الرومي أو الفليفلة على حسب المصطلح، حبتين قطعناهم، و4 طماطات، و4 بصلات، وكزبرة ربطة واحدة أو جلجلان على حسب المسمى اللي تتبونه. أما بالنسبة للخضرة، البيذنجان والعلي واللم والقرع اللي هو في ناس تسميه قرع وفي ناس تسميه بوبرة، ومع الجزر. واللحم شوفت عينكم، مثل ما قلنا ونذكر دايم اختار ذبيحتك بنفسك، يكون مذاق اللحم أفضل. نقول بسم الله، نحط الجدر على الحطب، نصبر عليه شوي لين يحتر، وبعدها إن شاء الله نضيف عليها الزيت. يلا بسم الله. الحين بنحط الزيت ونقول بسم الله، وتقريبا 100 ملي، لكن بنعير بالقفاش. بسم الله، 1 2 3 4 5، كفاية. اليوم أنا مسوي مقدار اللحم تقريبا يعني حق 7 إلى 8 أشخاص اليوم. الحين نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. البصل نقول بسم الله، اسمع الصوت ما شاء الله. الحين نبدأ نحمس شوي لين يحمل الجدر معانا عدل، بس الحين نسكر على راس الجدر وننتظر شوي، من 2 إلى 3 دقائق. الحين حطيت البصل، تقريبا مقطعين من 3 إلى 4 بصلات، بس ابي احاول انجز عشان الوقت، بشيل الركابه وبحط الجدر دايركت على الجمر. بسم الله، نحاسب من حراره الجمر. بسم الله، اللهم صل على، ونحاول نخلي الجدر يعني متساوي عشان ما يختل علينا المرقوقة. ايوه بسم الله. يلا بسم الله، الحين نفتح على البصل، ما شاء الله. شو الريحة يا اخي، يختلف الاكل على الحطب اختلاف يعني 180 درجة صراحة. البصل يستوي بسرعة، الاكل يستوي بسرعة. يلا نقول بسم الله. الحين نحط المكون اللي هو الطماط. بسم الله، مثل ما قلنا في الأكلات أو الشبسات أكرم بالطماط، الطماط زين يعطي مذاق. بسم الله، الحين بضيف مكون إذا تذكرون معاي، الملح. إيش قلنا؟ إذا ضفناه يطلع السوائل من البصل والطماط زيادة. هذه حطينا تقريبا 3 كفاش. بسم الله، حطينا الملح قلنا عشان يطلع العصارة اللي في الطماط والبصل ما يحترق معانا. الحين بنخليه من 3 إلى 4 دقائق، وبعدها بنرويكم بعد ما تذوب معانا الطماطة ونجيب المكونات الباقية إن شاء الله. بسم الله، Thank you.
الحين إن شاء الله نفتح عليه على الجدر ونشوف. بسم الله ما شاء الله، شوف الشكل شلون الجمال. ترى في ناس تحب الطماط ويا البصل. الحين بسم الله نبدأ نحط البهارات. دارشين بسم الله، عشان الهواء نزل شوي الصحن. كمون، هذا فلفل أسود وكزبرة بسم الله. وفلفل أحمر مع كركم. أنا أعطيكم دائم البهارات الأساسية، ممكن في بعضهم يقول لك يتكرر، لكن هذا البهار الأساسي. بسم الله، قلنا قفشتين اللي هو معجون الثوم والزنجبيل. بسم الله، المكون الأخير اللي هو الليمون المجروش، والصلصل اللي هي 6 قفشات. بسم الله، 1 2 5، هذا السادسة. الحين نحمس ونحرك عشان يتجانس معانا البهارات. بسم الله، أضيف شوي ماي عشان ما يجود معاي تحت. بسم الله، اسمع الصوت ما شاء الله. خليها من 2 إلى 3 دقائق، وبعدها بنحط المكون اللي هو اللحم وبنحركها ونرويكم إن شاء الله. بعد ما حمسنا البصل مع مكونات البهارات والصلصل، الحين إن شاء الله بنحط اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسم الله. إذا تشوف، شوف الحمى شلون، تشوفها تقول ما شاء الله كأنها دجاج. احنا قلنا اهتم انك تجيب ذبيحتك بنفسك. بسم الله بسم الله. الحين بضيف شوي ماء عشان أقدر أحرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللحم شو شلون ما شاء الله. شوف 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 المنظر شلون ما شاء الله. حطيت تقريبا حول 3 كيلو اللحم. الحين بصب الماي. بسم الله، الماي ميزان عينك. بسم الله، بس كفاية. بسم الله، الحين بحرك. الحين ضفت الماي، مساء انا ضفت الماي شوي عشان ما يجود معاي تحت، بس عشان اقدر احمس واخلي يتجانس البهارات مع اللحم. الحين هذا الماي اللي احنا بنرق عليه اللي هو شو اسمه العجين، بعدها برويكم المكون، بس هذه الماي نسبته ممتازه. الحين بسكر عليه، بخليه ان شاء الله من 20 دقيقه الى 25 دقيقه يطبخ معاي، بعدها ببدا بالخضره مرحلة مرحلة بإذن الله. الحين بعد ما خذينا تقريبا 25 دقيقة أبى أشوف اللحم. بسم الله ما شاء الله، شوفوا شلون الحمى.
يعني تقريبا نص نضجة ما شاء الله. خليت اللحم نص نضجة ها شو. الحين بحط مكونات الخضرة وعليها على طول برق العجين عشان نجي في نهاية الطبخة تكون ناضجة كلها ومتجانسة مع بعض. الآن ببدأ أحط إن شاء الله الخضرة، نقول بسم الله. أنا منقعها في ماي بشيلها شوي، بسم الله. الحين نحط أطلع الخضرة من الماي. قلنا إحنا فائدة الماي يخلي الخضرة على شكلها ما يعني ما يختلف اللون معاك ولا تنشف. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين دايم حط زيادة، لو زاد ما في مشكلة لكن ما ينقص عليك. الحين نقول بسم الله شوي شوي بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين نخليها بعد 10 دقائق وبعدها نبدأ الرق إن شاء الله. حطينا الخضرة اللي هو الباذنجان والجزر والعل واللم والقرع. ها شوف شوف التجانس الألوان، اللهم صلي على محمد. الحين بجيب العجين وبرويكم إياه إن شاء الله. العجين اللي إحنا عجناه بسم الله. بعدين بنعطيكم طريقة عجنة المرقوقة. ليش الحين أنا حطيت القصدير هذا؟ القصدير يفصل ما بين العجنة والعجنة عشان ما تجود معاي، لأن تدري الفترة اللي مثلا تخليها فيها على ما تسوي اللحم والمكونات فممكن تعرق معاك وتمسك شو اسمه العجينة. فأنا تعمدت إني أحط على كل فردة عجينة قصدير عشان ما تجود معاي. شوف الحين تفصل معي على طول. الحين برويكم بعد ما أرقها إن شاء الله. وفي مكونين الحين أنا بحطهم اللي هو الكزبرة والفلفل البارد، هذه اللي تعطر، دائما نقولها تعطر الأكل. أنا الحين هذه حضرتها من قبل. ليش حضرتها؟ لأنها تحضيرها شوي في البر صعب، يعني يبي لها عجن ويبي لها فرد، فالفرد اللي أنا قصد يعني تفردها. الطحين على كيفك، تبغي رقم واحد أو رقم اثنين؟ أنا دائما أسويها كيلو طحين رقم واحد ونص كيلو رقم اثنين، ومعاها ماي وملح وسكر بس، وعجنها وأخليها كذي. بعضهم يسويها مثلا على طريقة ثانية، يقطعها مكعبات، وبعضهم يشتري خبز من الخباز. فهذه أنا أتوقع يعني طريقة الأولين الصحيحة. الحين إن شاء الله بنبدأ نحط الرقها قدامكم. بسم الله، بس خلنا شوي دفاح شوي. الحين نشوف إذا طبخت. بعدين الأجواء سبحان الله، مرة يجينا مطر، مرة هواء، فالأجواء متغلبة، فنحاول إن شاء الله أن نطلع طبختنا على ما إحنا نبغي إن شاء الله. تعجبكم أهم شيء أنتم. الحين قلنا آخر المكون بنحطه، مكونين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي إحنا قلنا دايم نعطر فيه الأكل. بسم الله، بس عشان الهواء. بسم الله، هذه الكزبرة نخلي شوي حق التزيين، وهاي الفلفل البارد. شلون الشكل الجمالي، اللهم صلي على محمد. الحين على طول أقدر أرق هذه. بسم الله، شلون تطلع معاي. ها حبة هني. نسكر عليه شوي، دقيقتين إلى ثلاث، وبعدها نبدأ إن شاء الله. الحين بحرك هذا. شو ما شاء الله،
أطرف بها على يمين الجدر. ها شوف بسم الله، بس الحين خليها على أطراف الجدر تنضج مع المرقة. بسم الله، هذه واحدة. بسم الله، ترى فيها شوية يعني نوع من الصعوبة، لكن إن شاء الله أنها تسهل معانا بإذن الله. شوف شنو هي طاير معانا القصدير اليوم، شوي معانا هوا. بسم الله، هاي الثانية وهذه الثالثة. الحين أسكر عليه بعد من 3 إلى 4 دقائق، وبعد رقة لين تثقل معاي مرقة المرقوقة، وبعدها رويكم إن شاء الله الخطوة الثانية. الحين إن شاء الله أفتح عليها، هذه قبل الرقة الأخيرة إن شاء الله. أنا رقيت تقريبا من 7 إلى 8 رقات، الرقة الواحدة فيها 4 رقات، يعني 4 خبزات. بسم الله، بس نحاسب عشان ما تجود معاي. شوفوا شوية أقطعها أنا زين. اللهم صلي على محمد، ما مسكت. اللهم صلي على، ما شاء الله تبارك الرحمن، على مرقوقتنا، على ذا الأجواء الزينة. اللهم صلي على محمد. الحين برق آخر رقة، وبعدها إن شاء الله بأحضر حق السويت أول الحلى اللي هو حلى المحلبية. بسم الله، احنا قلنا من 6 إلى 7 نفس هذه الرقات. بسم الله، هذه آخر رقة، وبعدها إن شاء الله نجهز لحلانا أو لسويتنا اللي هو المحلبية. بسم الله، الحين بعد ما خلصنا المرقوقة وجهزناها، الآن حطينا مكونات الحلى أو السويت اللي هو المحلبية. المحلبية مكوناتها النيدو اللي هو الحليب المجفف أو حليب البودرة، والزعفران والسكر والماء الورد واللي هو الكستر. الكستر حطيت تقريباً 8 قفاش، والحليب البودرة حطيت 4 قفاش، والزعفران قبضة اليد، والسكر 4 قفاش. الآن بأخلطهم في ماء فاتر عادي عشان ما يتكور معاي، وبحطه على النار لين يطبخ معاي شوي طبخ خفيف يثقل معاي، بعدها بصبه وبقدمه لكم مع المرقوقة، وإن شاء الله ينال إعجابكم. أول حاجة نحط بسم الله الكستر، قلنا احنا كم حطينا. بسم الله، بعدها النيدو الحليب البودرة والزعفران، بسم الله، والسكر. نصب الماء شوي شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، عيرت الماء تقريبا 1.5 لتر. بسم الله، الآن بحرك عليه شوي. أنا أحطه فاترة أتعمد عشان ما يكور معاك، إذا حطيته والماء حار يصير مثل الكور بعدين ما يتجانس مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما حركته وتجانست المكونات، الحين بحطه على الجمر، يعني بخليه يفوح فوحة بسيطة لين يثقل معاي. لا ثقل، بحطه وأقدمه لكم وتشوفونه إن شاء الله. بسم الله، بسم الله،
حطه على الجمر دايركت. بسم الله. الحين اخليه من 5 إلى 6 دقائق يفوح معي فوحه بسيطه لين يثقل، وبعدها احطه واقدمه، وتشوفون طبختنا لليوم ان شاء الله تنال اعجابكم. وصلنا لآخر حلقتنا اللي سوينا فيها طبخاتنا اللي هي المرقوقة باللحم بالخضرة مع السويت اللي هو المحلبية. إن شاء الله أن نال إعجابكم. نشوفكم في حلقات جاية وكشتات جاية مع برنامجنا على الحطب. سلام عليكم.